اللقطة الثالثة. ألو، اللقطة الثالثة حنا في الدقة 10 و8 الثواني. شوفوا لاحظوا هنايا شكون اللي كاين. كاين هنا سكحان تيبان لك اكوش عند البورتور دو بالون. البورتور دو بالون هو اللاعب الياس الحداد. الياس الحداد كرة عنده راه واقف حداه تما الوردي على اليمين ديالو، على اليسار ديالو كاين سكحان. الياس الحداد اش كيدير الكره؟ كيبغي يبين راني معلم، راني زعما كنعرف نقرا اللعب، وكنبقي كيبقى يزيد بالكره بشويه بشويه. لا كنتش كيلاحظها، كيبقى يزيد الكره بشويه بشويه، زعما راني غنلقى لا سوليسيون نعطي لا باسون بروفوندور. نحلف عليك بالعمى السي الياس الحداد، واش تعرف تعطي باسون بروفوندور؟ هذيك القضيه اللي كدير كتبقى تزيد بالبالون شويه بشويه، راهي كدوخ عباد الله. لان اش كدير؟ كتبقى تزيد 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 تزيد، وفي الاخر كتعطيها الله لا يقوش، كتلصقها فيه ملي كيولي مزاحم. هذه الطريقه اللي كدير الياس الحداد، لعبوا من نهار عطيت عليه. كيبقى يزيد بها يزيد بها، حتى كيحصل شي لعاب كيوليو طالعين عنده، عاد كيعطيها ليه وكيرجع فهم، كيولي هو المعلم. دونك الياس الحداد لو انه كان واحد لي كويري ومن مستوى الرجاء، الياس الحداد راه غادي يكون قاري التيران. يوسفي عنده كره غادي يهز عينيه، راه فين كاين السهم الاخضر غادي يصيفط شكون داك اللي في اليمين متولي هذاك، غادي يعطيها ديريكت هو غادي يعطيها ديريكت هو متولي على اليمين. احنا مشينا في عملية اللي مفتوحة عن طريق الجناب، قد ما وسعنا الملعب قد ما كان سهل علينا أننا نهجمو وأننا ماركيو. غادي يولي متولي أون بوزيسيون دو إيلي، يشوف شحال ديال الاتساع عنده، غادي يمكن ليه يديبوردي، ماشي داك الديفونسور تيوصل ليه حتى يكون هو صالح باش شاطات الكورنير سونترا. إذا عملية غتولي خطيرة على المربع، ولكن باش تسرع راه كيخصك مدافع ديال بصح ماشي إلياس الحداد. وهذا الشيء علاش أنا كنادي بو طويل خصو يدخل، لأن بو طويل عنده هذوك التمريرات الطويلة، عنده عسلية تبارك الله مضبوطة. بحال هذيك غادي يهنيك منها، يهز قاريها قبل ما تجي، غادي غتجيب بق غيضربها اليمين. دونك الله يرحم الوالدين، اريحونا من هذه الياس الحداد. انا بعد والله ما حملت نبقى نشوفه في التيران، راه السيد ضعيف جدا عباد الله، وكنتمنى ان تكون الاذان صاغيه. غادي نمشي دابا.